آلام البطن مقسمة، مش أي ألم حوالين في فم المعدة يبقى قرحة معدة، اثنى عشر التهاب بنكرياس، لا ده عندنا مجموعة من الأسباب مش هاخد لكم فيها لأن احنا قلناها قبل كده كثيرا. لا احنا بنتكلم ان قد يكون العرض صامت. فالرسالة الأولى ان انت لو بتاخد علاج البكتيريا الحلزونية في أثناء هذا العلاج وجدوا ان اللحوم المصنعة، الأغذية الغنية باللحوم المصنعة والحاجات المملحة، الأكل المملح والألبان بيقللوا كفاءة العلاج بتاع البكتيريا الحلزونية، وجدوا إن الطعام بيقلل كفاءة العلاج، إن أنواع محددة من الطعام يعني جزء من سبب عدم استجابة الجسم أو استجابة البكتيريا الحلزونية اللي هي بتعيش في جو قلوي، هي عايشة في جو قلوي جوه الحمض، ده من آيات رب الأسباب، هي أنواع قليلة من البكتيريا اللي بتعيش جوه هذا الجو. فأول معلومة هي دي. تاني معلومة إن مش كل أمراض الانتفاخ، مش كل الشعور بالانتفاخ سببه بكتيريا حلزونية أو قرحة، مش كل قرح المعدة بتدينا أعراض، إذن ومش كل أسباب القرح سببها البكتيريا الحلزونية، دي معلومة.